الوزير عشان ما اعتمدش النتيجه لانه متآمر، يقوم الوزير يقول لا مش متآمر هعلي النتيجه اهو، ما تشتغلش معاه. واضح الحوار؟ الجزء الخاص بالجامعات انا اعتقد انه سليم وحلو. الجزء الخاص بالتصعيد انا مستني الراي القانوني، لان في عندي اراء وراي اخر. الراي القانوني هيقول لي ده صح اعتمد، ده غلط استنى استنى. واذا ما احترمناش القانون في البلد دي يبقى احنا ملناش لازم نقعد هنا. انا مش هطبق غير القانون وبحترم القانون، وفكره الضغوط اللي تمارس علشان قرارات بتوجه معين مش هتحصل، مش هتيجي معايا. وقلت لهم كده، اللي ما يعرفش اشرف الشيخ يروح يسال عنه جامعه الزازي. اعتقد انتم في جامعه الزازي تعرفوا مين هو اشرف الشيخ. في اسئله ثانيه؟ ربنا يوفقك. ارجو توضيح الحقيقه دي، لان انا عمري ما كنت راغب غير في اتحاد موجود، والاتحادات انتخبت في الكليات والجامعات، وان شاء الله ما فيش مشكله في الحمد. واذا ثبت غير هذا القضاء هو اللي هو اتحاد طلاب مصر، اللي هو اتحاد طلاب مصر.